جديد. يعاني الكثير من الناس من انتشار المشاعر السلبية سواء في محيطهم، في المنزل أو في العمل وغيرها، وهذه المشاعر بتتنوع ما بين الغيرة والحسد، وتأتي أحياناً بشكل التذمر الدائم، وأحياناً عدم الرضا بأي شيء. صحيح، طبعاً هذا هو لب الموضوع، لذلك إحنا ركزنا عليه في هالحلقة وحطينا استراتيجيات أساسية كيف نناقشها، كيف يحمي الإنسان نفسه من هكذا مشاعر سلبية، كيف يحافظ على صفاء نفسه، على هدوءه الداخلي. وعلى هالموضوع بنستضيف خبيرتنا، خبيرة التنمية البشرية حنان السماك. أهلا وسهلا فيك. هلا وسهلا. Welcome back. Thank you. كيف الإجازة كانت؟ الحمد لله إجازة جميلة وتحديات ومغامرات. ما حد حسدك؟ ما حد غار منك؟ والله هذه الغيرة كل مكان، الحسد بدأتها بسلبية. بس شوف شو محافظ على نفسي. كفو عليك. الحمد لله. كفو عليك. كيف نواجه مثل هالأمور؟ والله علي هو موضوع بصراحة أنت كل يوم راح تعيشه، حتى لو عرفنا التقنيات راح نتعرض لهذه الأمور، فهو موضوع إن أنا إيش كثر راح أمارس هذه التقنيات وإيش كثر راح أكررها، لأن مجرد إن أنا عرفت هالتقنيات مو معناته باشر ما حد راح يحسدني إذا أنا كنت شاطرة ملمة في معلومات معينة. فعشان أنا أحافظ على نفسي مهم إن أنا أول شيء دائما أعيش في أجواء التفكير الإيجابي، يعني على أساس إن أنا تكون عندي هذه العقلية، ولما يصير الموقف المعين اللي ضايقني أتذكر إن أنا كنت توني كنت شايفة فيديو تحفيزي، أتذكر إن أنا كنت قارية كتاب معين، أتذكر إن في أشخاص معي إيجابيين، فأنا لازم أولاً أعيش في هذه الأجواء على أساس في شيء ثاني أقدر أستعين فيه في حال أنا تعرضت لهالموقف، في أسلحة علمية ممكن تكون موجودة في حياتي على أساس إن أوكي أنا عارف هالموقف، أخذ مثلاً الذكر. أعرف أني أنا أصنعني العالم الخاص، مو شرط أن أنا يكون عندي أجواء إيجابية شموع ورد ويعني شغلات وايد مبالغ فيها على أساس أن أنا أكون إنسان إيجابي، لكن ممكن يكون عندي كورنر في السيارة لما يصير الموقف الفلاني اللي ضايقني أستغفر فيها الكورنر، ممكن يكون عندي كورنر في الغرفة، ممكن يكون عندي مكان أنا دائما ألجأ له، الملجأ اللي يخليني أنا أستغفر، أعيد تحليل هذا الموقف ليش صار بالضبط، أشوف جذور هذه المشكلة وأحاول أني أكرر الكلمات اللي أنا تريحني. ايش اللي يريح كل شخص مختلف عن الثاني. انا بالنسبه لي احب اتذكر مواقف جميله، بالنسبه للبعض يحبون يقرون قران، بالنسبه للاخرين يحبون يتصلون في شخص يساعدهم. فانت اختار الشيء اللي يريحك. في ناس يحبون يروحون الجيم، في ناس ما يحبون الجيم، في ناس يحبون يركضون حوالين حوش بيتهم. اتس اوكي، دام ان انت هالشيء راح تنفس عن طاقتك السلبيه سوي هذا. طيب بالنسبه لي طبعا احنا المفروض يعني ما نحاول ان نغير في الناس اللي يحاولوا يخلوا اجواءنا سلبيه ويومنا سلبي، لكن احيانا الواحد يتحط في موقف غصبا عنه، يكون احد من افراد اسرته مثلا سلبي وهو داخل هو طالع يعطيه سلبيه، فاحيانا صعب جدا ان نقدر نمارس هذا الطقوس طول اليوم. فكيف نقدر نتكيف مع الاشخاص السلبيين وممكن ناثر فيهم اذا كانوا جدا قريبين مننا، نخليهم شوي ايجابيين؟ صح صح، هذا السؤال جدا جميل تغريد، لان احنا ما نقدر نغير اي انسان بحياتنا، نقدر احنا نلهم، نقدر احنا نكون في شخصيه معينه، لكن مع الوقت راح نتاثر. مهما الانسان كان ايجابي قوي، اذا في شخص كل يوم قاعد يعطيك هذه الطاقه السلبيه لا ارادي راح تركب سياره وانت متضايق. خلاص بس كافي، ليش تفكر بهالطريقه، خلني عايش في الاجواء الجميله. فممكن انت تبدا يومك في طريقه حلوه وكل شيء تمشي ماشي فيه صح، فجاه توصل لك كلمه تحبطك، وطبيعي احنا بشر يعني حساسين ونتاثر مهما الانسان كان قوي، لكن مهم ان انت من بعد هذا الموقف اللي يصير ترجع حق هذه الطقوس والاجواء. إذا ما نجحت معك تقدر تكلم هذا الإنسان، مثلاً لما يبدأ يكلم في طريقة سلبية أو يبدأ يذكر موضوع سلبي، أنت غير الموضوع، أنت خليك اللي تتحكم دائماً في الحوار، لا تكون مستسلم إن في شخص هو اللي قاعد يدير الحوار عن نفسك، أنت تتحكم في هذا الحوار، وكلش كلش تقدر تبتعد عن هذا الإنسان، مو شرط تقعد معه ساعة، ممكن تقعد معه 5-10 دقائق، تسوي الواجب، وبعدين تنتقل لعالمك الخاص. بس كثرة وجودك مع هذا الإنسان أكيد راح تأثر فيك. طيب هذه الأشياء السلبية الزايدة، الحسد، الغيرة، التذمر المبالغ فيه، حنان أنا أعرف أنه أنت ما أنت دكتورة متخصصة في هالمجال، بس من واقع معرفتك بتنمية البشر وطبيعاتهم واختلافات الناس فيما بينهم، تعتقدي هذه أمراض توجب أن الواحد يعالج منها؟ ممكن ممكن، يعني أنا الحين صار لي خلينا نقول 5 سنوات في مجال تدريبي، وخلال هال5 سنوات تعلمت وايد وسافرت وايد واختلطت مع جنسيات مختلفة واختلطت مع أنماط شخصيات مختلفة، الصغار الكبار اللي يدرسون اللي ما يدرسون، العاطلين عن العمل اللي يشتغلون، الأغنياء اللي مش أغنياء، فشفت إن في أشخاص بالفعل عندهم هذه الطاقة السلبية الغيرة، يعني ما يقدرون حتى يعني يتخلون عنها،
يعني في شخص مره ما هو تصرف مؤقت، لا هذا مرض، هو قاعد يعاني من مرض، من مرض هو يبتدي في تصرف. إيه؟ بس اذا انا ما عالجته راح اكبر معاه. تدرين ليش انا سالتك ذا السؤال؟ لانه ابغى اربطه بصحيفه الجارديان اللي اليوم احنا ناقشناه. عندنا حوالي 300 مليون انسان في العالم قاعد يعاني من امراض نفسيه، فما نبغى نزيدون بسبب انه زي ما قلتي انت يبدا بتصرف ويتحول الى مرض. يتحول الى مرض، علشان كذي لما انا ابتدي اعرف واحلل واكون واعي مع نفسي ان انا ليش كل ما تمر هالانسان اغار منها، ليش كل ما اشوف هذا الانسان ناجح كل مره ادمره او اتكلم من وراه او احاول اني اخرب مسيرته، مسيرته العمليه. فلما انا اكون واعي مع نفسي راح اعرف انها تصرفات في شيء خطا، لازم اكلم شخص عن الموضوع. فهذا هي بعد من التربيه، او اني اوجه نفسي واصحح نفسي. بالضبط، يعني انا شايف هذا الشيء صح، انه الواحد لازم يحاول انه يصم اذانه عن كل هذه المشاعر السلبيه والكلمات اللي ممكن انها تهبط من عزيمته، ويلجا للحلول، ويلجا اللي ابغى اسالك عنه اللي هو نقدر نقول السلام الداخلي. نعم. احيانا برضو في مواقف انت ذكرتي قبل شويه طقوس حلو الواحد يعملها على مدار يوم وعلى مدار حياته كلها عشان يوصل لهذه المرحله، ولكن لو احنا حطينا في موقف الان انه في شيء خرب علينا سلامنا الداخلي وما نقدر نطلع من بيتنا، ما نقدر حتى ممكن نتكلم احيانا، فهل في اشياء تمارين مثلا تمارين تنفس او اي شيء نقدر نعمله في وقتها في ساعه الموقف الصعب عشان نتجاوز هذه الازمه؟ صح، في وقتها تغريد ممكن انا اتنفس، وممكن انا اسوي ما اتكلم للحظه وبس اشرب لي شاي، ممكن انا اطفي حتى تليفوني لان كثرت بعد الاشعارات وكثرت المسجات اللي تي قاعد تخرب علي افكاري، ممكن تشنجك زياده طبعا، لكن هذا مؤقت. انا احتاج اعرف ليش انا تضايقت اصلا، احتاج اقوي نفسي. صحيح ان انا انسان طيب وايجابي، لكن بنفس الوقت ما يمنع ان انا اكون انسان قوي، فليش انا اصلا جت لي هالضيقه؟ لان انا ما واجهت المشكله بنفس الوقت. لما يجي الشخص في العمل ويكلمني ويضايقني، لما انا اكون ساكت اكيد راح تطلع عندي هذه المشاعر السلبية، راح تتراكم اليوم الثاني لما أشوفه راح أحس إنه هو ضايقني. بس لما أنا أتكلم في نفس اللحظة اللي هي المواجهة، فهي ممكن تكون أحد تقنيات أنا أواجه المشكلة. يعني أنت قصدك يا حنان إنه المفروض الإنسان أو الإنسانة ما يواجه أو ما يحاول يتكيف مع متغيرات كل مشكلة، المفروض إنه يواجه المشكلة نفسها ويحلها. صح، من بعد ما أواجهها وأشوف إنه ما في حل هني أنا أتكيف. بس مو من البداية، في ناس قاعد تضايقني، في ناس قاعد تتنمر علي، وبنفس الوقت أنا خلني أعيش طقوساتي، الطقوس اللي أنا يعني عايشها بشكل خاص، لكن بنفس الوقت أنا عارف ثاني يوم راح أواجههم، فأحتاج أنا أحل الموضوع أول. إذا شفت إنه ما في فايدة بعدين أتكيف، ولما أتكيف هذا هي طبعا من الوازع الديني، من الرضا، كيف إن أنا أتمسك بالأمل، كيف أنا أعرف مجرد إن أنا إنسان طيب مو معناته الناس كلهم طيبين، كيف إن أنا أدرس الشخصيات المختلفة، كيف إن أنا أرضى. أرضى مو يعني أي ستل خلاص ما في مشكله الناس راح تستغلني، ارضى ان انا اركز على الناس الثانيين الزينه. مجرد في انسان يحسدني مو معناته في 5 أشخاص مثلا ما يتمنون لي الخير، فلازم دائما انا احط تفكيري دائما ويكون في قالب ايجابي ان انا اركز على الشيء الزين في حياتي. ولما اركز على الشيء الزين هذا ما راح يخلي الشغلات السلبيه تختفي من حياتي، موجوده، لكن بنفس الوقت انا احتاج امشي في هذا القارب بنفس الوقت. في شغلات سلبيه وفي شغلات ايجابيه، في كسب وفي خساره. خليني اركز على الكسب قدر الامكان. وهذه دنيا بالنهاية، ما في شيء كامل. صحيح صحيح. طيب الآن إحنا نعرف لأنه الأشياء هذه تحصل في بيئة العمل، صح، في بيئة مثلا خلينا نقول الأخوان فيما بينهم أو الأخوان الخوات الأصدقاء المعارف. طيب إذا صارت ما بين الزوج والزوجة هل تفرق؟ في فروقات اجتماعيا طبيا بشريا ولا نفسها؟ والله علي أنا أتمنى أقدر أجاوب بشكل يعني كامل عن كوني مو متزوجة، فللحين ما تعرضت لهذه الأشياء، بس أعرف الكثير من الأشخاص المتزوجين، ويعني ما شاء الله أصدقائي كلهم متزوجين وأهلي متزوجين، فألاحظ مرات تصير في مشاكل وأحب أستمع. فأشوف أنه بالفعل ممكن تكون أصعب من أنه في زميل مثلا يغار مني، أصعب من أنه في زوجين يغارون من بعض كل واحد يحاول يحبط الثاني. يعني العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية لازم تكون مبنية على تفاهم وحب، كل شخص يتمنى الخير للثاني، كل شخص يدعم الثاني، الواحد يكمل الثاني بعد. بالضبط، فأكيد راح تأثر وبتكون صعبة جدا. الفعل لك إن شاء الله. إن شاء الله. طب حنا أنا أبغى أسألك عن شيء مهم جدا، أنا أحس إنه برضو له علاقة في الموضوع، صححيني إذا أنا كنت مخطئة. الكلمة يعني كيف إن الواحد لما يتكلم دائما يركز إنه كلماته تكون إيجابية؟ يعني أنا مثلا ما أقول أنا والله ما أقدر أعمل هذا الشيء، لا أنا أقدر أعمل هذا الشيء لو عملت 1 2 3. فهل كلامنا ينعكس من جد بشكل أساسي على رؤيتنا لفكرة السلبية أو الناس السلبيين؟ طبعاً.
طبعاً ألف بالمئة، الكلمات لها تأثير سحري علينا وعلى حتى الخلايا اللي في جسمنا، حتى طريقة تفكيرنا. فهذه مجرد عادة، كيف أنا أتعود على الرياضة؟ كيف إن أنا قاعدة أمرن عضلاتي تكون أول شيء ضعيفة، بعدين فجأة أحس إن أقدر أشيل أشياء أثقل؟ مثل الشيء الكلمات، نفس الشيء تماماً، بس لازم أنا دائماً يعني أنحط في هذه العقلية. عشان نحط في هذه العقلية لازم أسمع ناس يتكلمون بهالطريقة. فإذا أنا عندي ناس سلبيين وكل كلامهم سلبي، كيف أنا راح أتكلم بطريقة إيجابية؟ لازم أنا أحط نفسي في هذا الموقف. ياخذ وقت على فكرة، مع الوقت ومع السنين ومع الخبرة راح تشوف نفسي إنه والله بديت أتكلم بطريقة إيجابية. بس لازم أولاً أغير الدائرة اللي معي، وأغير طريقة تفكيري عن بعض المواقف، أحل المشاكل اللي أوريدي عندي إياها أواجهها، وبعدين أبدأ راح نلاحظ اصلا ان احنا بدات كلماتنا تصير ايجابيه، وبالتالي راح تنعكس على برضو على يعني صحتنا النفسيه وعلى طبعًا سلامنا وصفائنا الداخلي، صح؟ طبعا طبعا طبعا. لما انا دائما اقول ان شاء الله خير، فالكم طيب، اكيد راح اسوي، والله انا شويه هني خسرت في هذا المشروع بس ان شاء الله راح انجح في المشروع الثاني، انا لا اراديا اموري راح تمشي بشكل سلس، وراح احس انه راح تبتدي الفرص تنفتح لي يعني من كل مكان. طيب حنان، احنا وصلنا لنهايه الحلقه يا شباب، صح؟ خلاص جود باي. قد باي ولا كيف؟ ايش النكست مع حنان؟ طيب حنان، احنا بنختم معك، بس اللي انا ابغى اختم معه انه جزء منه تعلمته انا، انه اذا حبيت شيء وشفته عند غيرك وما انت قادر تستطيع انك تحصل عليه، انك تقول مثلا اللهم ارزقني او ارزقه وارزقني معه، صح؟ مو شرط تقول بعض الكلمات تغير حتى النفسيه. ممكن علي، بس ممكن اللي عنده حتى ما يناسبني. ممكن انا اقول اللهم ارزقني اللي عندها يا، او الزوج اللي عندها، بس يمكن بالضبط وصلت. بس يمكن هذا الانسان ما يناسبني، فمهم ان انا اكون راضي ومقتنع باللي انا عندي، وهذه من قدرتي على الامتنان والشكر رب العالمين دائما. شكرا لك يا حنان، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا.